قبل ما تقوم اوعى تخرج الوقت لسام قلب عيونك وفعلا مربيين فرس النهر في الطاقه. ما حدش حاسس بيا، ما حدش شايفني، انا فيا ايه؟ يديكي ثلاث ساعات بطلت الثلاث بصلاتي ما ردتني. النبي يا حماده تسيبيني في حالي، دي لساعه حته تعوره من سكينه مش عايزه توقف. الدم مغرق جيل، دي وانت عامل الدم جوي يا بيه. مساء الخير يا ابو محمد. مساء الخير يا دكتور. مالك تشتكي من ايه؟ والله يا دكتور جسمي وجعني، مش قادر اعمل حاجه في الدار وجنبي منفوخ. مش حاسه ان لونك مصفر شويه؟ ها؟ تعمل زي حماتي اللي خوارج النهارده في الدار تقول لي مش مصفر، عينيك شبه الليمونه الصفر، وانا تعبانه يا دكتور مش عارفه اعمل ايه. الف سلامه. طب بتاكلي اكل تقيل بالسمنه مثلا او اللحمه البيضه؟ ها؟ هو البلد ده احنا كده يا دكتور اللي كانت مرجانه في السمنه البلدي ولا حته السمين؟ اها ده هي الاكل كله. قولي قولي. طيب عندك الم في ضلعك اليمين؟ عرفت مين يا دكتور؟ لا انا مش فاهم بحرها هنا عيش. طيب عندك السكر؟ بعد الشهر يا دكتور شهر 44. احنا بس هنكشف عليكي عشان الطب. ضغطك عالي. طيب يا محمد اديني الدنيا جبنا الصوت ده ورق التحاليل تحت الكاب وقف الكاب. تفضل يا دكتور. بسم الله. طيب عندك دهون على الكاب انت ام محمد؟ ها يعني يا دكتور مهم بطلي اكل السمنه الكتير وعايزين نبتدي ناكل خضروات وفاكهه كده هخس شويه ونعمل رياضه. حاضر يا دكتور. ماشي. كل الف ماشي. وعايزين تتابع معاها. حاضر. ما تسيبيهاش. حاضر. بص من النهارده مفيش غير فاكهه واخضار والسمين ده مش هتدوقيه تاني خالص. ويلا عشان تكوني بتلفي الدواره عشان الدكتور لازم تخسي عشان تكوني على جنب الكتسين.